شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب حفل تخرج متدربي برنامج صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق والمستشار إيهاب حامد مستشار العلاقات الحكومية بالأكاديمية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشهيد. يأتي هذا في إطار التعاون بين المؤسستين في تدريب وتطوير بعض المهارات للسادة أعضاء الصندوق بالأكاديمية في مجال إدارة الأزمات وحل المشكلات واتخاذ القرار.